حبيبنا وضيفنا العزيز جدا وحسن عبد العزيز الهاجري ضيف اليوم تفاصيل مع مشاري. الله يعزك، حياك الله ابو يوسف، انا سعيد بتواجدي وياك. الله يوفقك في هالخطوه الجديده ان شاء الله، موفق ان شاء الله. الله يجزاك خير، وانا على يقين ان شاء الله الجماهير ما راح يقصرون وياك. رايتك بيضه، كافي وجودك يا الله يطول عمرك. رايتك بيضه ابو حسن. احنا شي البودكاست مالنا بدون مقدمات، تفاصيل بدون مقدمات. من يطري على بالي انا كلاعب سابق ومتابع حاليا ورياضي، ولحقت على جيلك وكنت سبحان الله ما تبدع، انت تبدع بكثير من المباريات، بس ما ادري شعوش ابو حسن بتلعب الغاتسيه. الله يسامحك يا اخوك، والله كنت وايد غاسي على الغاتسيه قبل، خصوصا ملعبكم. فاللي يطري علي ابو حسن، نادي فيحيل مرتبطه بنهائي كاس الامير على طول ضد قاضمه. ابيك تذكر لي التحضير اللي قبلها ابو حسن واحداث المباراه. والله هو شوف، طبعا هذه التفاصيل لا يمكن أن يعني تغيب عن اللاعبين أو الجماهير، لأن إحنا يعني هذا الحدث يعني ما أعتقد أنه مر على أحد من لاعبين فحيل ولا جماهير فحيل أن إحنا نلعب في النهائي. صحيح، لأن الوضع كان جديد على اللاعبين والجهاز الفني والإداري ومجلس الإدارة وجماهير. أنا أقول جماهير لأن الجماهير اللي حضرت من الفحيل كانت يعني صح بالنسبة لنا يعني ما تعودنا عليها. فاللي حصل أنه يعني سبق هذا الموسم معسكر تدريبي في تشيكوسلوفاكيا وقتها، وكان تعاقدت إدارة الفحيل مع مدرب يابي فرنيك الجيكي، وحقيقة يعني تعودنا على نمط وبرنامج هناك تدريبي صباحي ومسائي ما تعودنا عليه، فردينا قدمنا مستويات رائعة. يعني يمكن البعض يقول ضربة حظ، احنا خذينا الكاس الأمير في 86، وهذا أبدا غير صحيح. يعني أولا لأول مرة تقام البطولة بنظام المجموعتين، يعني ما هو خروج المقر، كانت مجموعتين أبو حسن، كانت مجموعتين غريبة، وكانت معانا مجموعتنا كاظمة والعربي، واستطعنا حتى أن احنا نفوز حتى على العربي، فزنا على العربي وتعادلنا أو فزنا على تعادلنا مع كاظمة، وبالدوري كنا فايزين على كاظمة 2-1. يعني ما هي وليدة الصدفة ولا وليدة اللحظة أنه والله ضربة حظ أن الفحيل خذ كأس الأمير، لا صحيح. لا، حتى يمكن في هذا الموسم خذينا ترتيبنا كان الرابع أو الخامس، فكان فريقنا يعني فعلا كان يعني مميز وكان فريق متكامل. لكن رهبة النهائي هذه ما تعودنا عليها، خصوصا أن الفريق كان يعني 7 لاعبين كانوا من تحت 17، مصعدنا المدرب اليوغوسلافي، صعدنا من أول ما انتهى الموسم تحت 17 على طول صعدنا. يعني كنا أنا وعادل جعيدان، قانا إبراهيم عبيد، حمد شامخ، لاعبين صغار يعني فهد دوسري رحمة الله عليه، فكنا لاعبين صغار صعدونا للفريق الأول. فوضع النهائي وجود رحمة الله عليه الشيخ سعد، الجماهير، يعني الأمر شوي يعني مربك مرعب لنا يعني. فيعني قلنا دش علينا رحمة الله، الله يغفر، الله يشافيه وعافيه العم أبو يوسف خالد الحربان، الله يشفيه. فسبحان الله يعني كان الكل متعاطف معنا. فدش علينا بالغرفة قال يا شباب، بس أنا ودي أكلمكم كلمة واحدة بس قبل المباراة. قبل المباراة ترى هذه اللحظات ما تحصل في كل موسم، فممكن انكم تحصل لكم هذه مره في حياتك الرياضيه كلها، فلا تفرطون فيها. فكان الكلام يعني صراحه وقع طيب وايجابي على اللاعبين، قال بس انتم فوزوا واتركوا التعليق علي ما شاء الله. ففعلا يعني كان
لما كانوا يسألوني منو نجم المباراة، أقول نجم المباراة كان خالد الحربان، يعني بدع فيها. يعني استنفروا المنطقة العاشرة كلهم الصباحية، ويا أهل الرقة ويا أهل هدية لاعبينكم جايين وجايبين الكاس، ويعني صراحة كان تعليق مميز. طبعا دشينا معسكر قبل البطولة، فقبل المباراة النهائية، فلا في فندق المسيلة سابقا الغدير الجميلة هنا، فكان في رمضان والله يديهم الشباب كانوا بعضهم بتغدي خوش غدا. لا 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 صدق والله ابو حسن، اي والله طحنا عليهم في صاله ما ادري شنو كان فيها شرحه وشيء، ولا ريحه الاكل والله ناس صايمين تجهيز يعني يعني قاعد يجهزون حق اللعب. فسبحان الله يعني بدينا المباراه. كان طبعا اهم عنصر عندنا كان موقف، كان سيف زيد، وحتى المدرب قال حق سيف دش سخن مع الفريق باللبس كامل، لبسه كامل كأنه راح يلعب المباراة، يعني لأن المباراة ما راح تعتمد على 90 دقيقة فقط، يعني الحالة النفسية يمكن قبل تكون الحالة الفنية والبدنية. فسخن ويانا، لكن احنا من حسن حظنا أن ناصر الغانم كان موقوف في هذه المباراة. أي فبدت المباراة، طبعا نزل الشيخ سعد رحمة الله عليه ورؤساء الأندية، كان عبد الله عدس رحمة الله عليه بويمن، كان الشاهين أعتقد رئيس نادي كارما، ويعني الموقف يلا بس صفر، بس صفر، تبون اللعب وحسن نبي اللعب بأي طريقة، يلا صفر بس صفر. يعني احنا المباراة بادية عندنا صار لها 3 أيام. فبدت المباراة، لعبنا صراحة يعني جس النبض 10 دقائق ربع ساعة يمكن ما وصلنا لخالد الشبري، لا أول 10 دقائق تقريبا من أول هجمة وفقني الله سبحانه وتعالى وسجلت الهدف الأول على خالد الشبري. هذا أعطانا يعني قوة شوي ثقة. على وثقة وكان فعلا يعني الملعب صار علينا بهالطريقة يعني. وفرص كانت يعني في أعتقد فرصة من الفرص حق صالح المسند، كانت الكرة تمشي على الخط الأبيض ما بين القائمين وطلعها حمد شامخ، ما أدري شو طلعها، قلت له المباراة إن شاء الله أنها تبينا يعني. انتهى الشوط الأول 1-0 ويلا يا شباب وكذا، فبدينا الشوط الثاني ما تغير المباراة، ضغط من ضغط من كارما، عاد آخر ربع ساعة قلنا لا استريها، فانقلب الحال سجلنا الهدف الثاني، ضعنا الكثير من الفرص، سجلنا الهدف الثالث بس تلت الأمور. أي حتى لدرجة أن يوسف سويد قال يا شباب خلاص ما نبيها تزيد. معقول؟ أي والله بالمباراة حي يرزق يقول لكم أبو عذبي، يقول حق يا شباب بس خلاص يعني. بس لأن خصوصا أبو حسن الخطلة ما نهائي فدحته، هي يعني نهائي تنتهي 4-5-0 ضد كاظمة، كاظمة بين قوسين منتخب الكويت، هي لاعبين نجوم يعني نجوم، وكان يعني صراحة اللاعب يعني يمل لما يلعب ضد كاظمة لأنه ما يعطيك مجال تلتحم وياه، يعني لعب على طول اللبس البسيطة واللعب السهل. فالحمد لله توفقنا وحصلنا على الكاس، وكان المضحك يعني لو أنه ما احنا عارفين شلون نسلم، شلون نمسك الكاس، شلون نرفعه، اول مره تحتفلون. اذكر انه ما لي صوره لدلك انه ما قدر المصور يصورني والله رفعته كذي ونزلته على طول، مو متعودين على رفعه الكاس ولا رفع الدرع، وصغار ابو حسن، شباب صغار اغلبكم يعني، هي يعني 7 ولا 8 كنا بالثانويه العامه يعني وقتها. فالحمد لله، فهذه من ضمن الذكريات اللي ما تنسى، مو على لاعبين فاحيل، على تاريخ نادي فاحيل، تاريخ نادي فاحيل والألف فاحيل كلهم يعني. صحيح. اي والله والله كانت ابو حسن الامانه بطوله مستحقه. مستحقه جدا، انا طبعا ما شفتها بذاك الوقت الامانه يعني، لكن لا تكبرنا عاد لما قاعد، لا انا مواليد 77 احسبها، ما كنا نتابع بذاك الوقت عرفت،
لكن شنو لما قاعد احضر ابو حسن شفت لا يعني كان في متعه بالخط الامامي ابو حسن يعني ما بذكر اسمع عشان لا اظلم احد ممكن انساه يعني كان متعه الامامي يعني بدعته الكل والله الكل ابدع يعني ففوز مستحق والله ابو حسن فوز مستحق جدا الامانه وهذه تسجل لكم بالتاريخ انزين ابو حسن الحين احنا للحين بمرحله الفاحل ابي ابو حسن ليش نفس هالحقبه شوي قدامها ليش كل ما تلعبون مع نادي الكويت تصير مشاكل وطق وشرطه شو الرابط بينكم وبين نادي الكويت شوف هو يعني هو موقف وساعات الانسان يعني يجب ان يكون حذر يعني في اختيار الكلمات حق مشروع انك انت تنرفز المدافع ومدافع حق مشروع انه ينرفز المهاجم لكن إيه لان كره القدم لما تصير فيها مثاليه ما تصير حلوه صحيح لا من ضمن من اللاعبين ولا من الجماهير ولا من الاعلام هي حالاتها بالتشجيع يعني الطاغي الاكشن اللي فيها يصير لكن بحدود يعني الخطوط الحمراء هذه ما هو بس مجرد كلمه من احد اللاعبين لأحد لاعبينا يعني أخطأ بحقه اللي هو راح نقول اسمه لأنه ما راح نذكر التفاصيل اللي هو أعتقد ربيع سعد الله يرحمه ويغفر له إن شاء الله نعم هذا الموقف يعني ربيع مقدر من 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 الجميع والكلمة كانت شوي يعني قاسية شوي صحيح فما ما ما تحملها يعني لا ربيع ولا غير ربيع فكانت هذه هي بداية الشرارة يعني أن تصير كل مباراة أحداث فيها. في كل مباراة يكون فيها أحداث طالما أن هذا اللاعب موجود فالأحداث راح تكون موجودة. فالحمد لله يعني من العقلاء صاروا بعدها بعد هذه المشاكل أتوقع رحمة الله عليه يوسف المشاري أو الله يرحمه ويغفر له. في صار فيه يعني لما مثلاً جمعة. جمعة في مكتبة أعتقد. والله ما أدري ما أذكر بالضبط لكن. الحمد لله يعني طاح الحطب وممكن من ضمن هذه المشاكل هي سبب عدم انتقالي لنادي الكويت ولا ذاك الوقت في ذاك الوقت آه. ولا يعني المفروض أنا منتقل لنادي الكويت وخالص يعني ولكن سبب هذه الأحداث يعني كانت إدارة الفاحل توتر فيه أي تحس بين الإدارتين يعني إلا نادي الكويت وصلتوا إلى الحد يعني كانت يعني تقريبا يعني لأن أذكر كان بالاجتماع جزاهم الله خير يعني إدارة الكويت وقتها كان قسام نصف رحمة الله عليه الله يغفر لهم الله يغفر للحي والميت صالح زكريا وأحمد فاتفقت وياهم بالجلسة واجتماع وكذا حتى قالوا شروطك قلت لا ما عندي أي شروط أنا أترك لكم كل شيء فكان هناك عرض من النادي العربي وكان هناك عرض من نادي القادسية طبعا عرض القادسية والعربي مراسلات نادي الكويت يعني لما حضروا شخصيا إلى إدارة الفاحيل قالوا احتراما لكم احتراما لناديكم احتراما للاعبكم نوع من التقدير اي نوع من احتراما للاعبكم احنا ما سوينا مثل القادسية والعربي بعثنا ايميل احنا تقديرا لكم هذا الكتاب احنا حظ يعني بالايد نتمنى ان شاء الله ان الامور تخلص لكن سبحان الله في الوقت بدل الضايع اثناء الاجتماع تغيرت الوجهة الى نادي السامية اللي ما كان مطروح بالاصل يعني راح اتكلم فيها انا مسجلها محور السامية ابو حسن في شيء غريب حصل ما نقايل لك بعز فريقكم لكن كان فريقكم قوي جدا ممكن ما تاخذ دوري نعم لكن ممكن خامس رابع سادس صحيح لكن سنه 88 ابو حسن طحتوا درجه ثانيه صار فيها اسباب قبلها ظروف معينه ادت ان تطيحون والله شوف كان فيه اصابات مع الفريق كثرت المشاكل مدربين يعني جهاز فني جهاز إداري فكانت فيه خبص يعني انتقال وليد فليج وفايز فليج إصابة أمير سراج
الفريق يعني دشوا عليه عناصر جديدة، فهذا اللي يعني اللي خلى الفريق شوي يعني يهبط مستواه، وصلنا لأن احنا نطيح درجة ثانية. ودائما نشوف الفرق الصغيرة، يعني احنا ما نقول صغيرة، لما تحصل على بطولة أمر طبيعي إنه يوصل إلى الحد الأقصى فأمر طبيعي إنه دروب يعني يصير عنده دروب، يعني يوصل إلى يعني أقصى ما يتمناه يعني. فهذا هو المشكلة، يعني الاستمرارية في المنافسة وروح المنافسة وروح الانتصار في كل مباراة، هذا اللي يفتقدها الأندية الوسط والتنازل. الحين أبو حسن نكسر شوي الروتين، في موقف بأحد المعسكرات لكم زين مضحك أنا بذكرك فيه، بعطيك الرأس وأنت إن شاء الله تذكره، بين بأحد التمارين بالتقسيمة بين أمير سراج وسيف زيد، شنو تذكر؟ وإن ما ذكرت راح أكمل لك بعض الموضوع عشان أنت تذكره، بس إن شاء الله ذاكره. لا سيف دائما طبعا ويا أمير هو بفرنيك، هو يتعمد أنه دائما يحط سيف ضد أمير. هذه فيها حفرة. أمير لاعب مهاري معروف، حالة من عيز الهجري. والله شوف حقيقة يعني التمرين عندنا هناك كان مباريات نهائي، كان قاعد تلعب مباراة نهائية، ما كان قاعد تقسيم التحدي وكذا، تحدي وشنو طق يعني طق قاعد ما يحتاج يعني. اي فعد أمير في احدى التمارين قط واحده بين رجول سيف اي وعصب عليه بدش له، ثاني ردها مره ثانيه بعد وثاني رد له مره ثالثه ومسكر صوبر كبه. فهو وين يدزها من تحت ولا من فوق؟ ماكو فايده تسكر فوق. فمسكر الركبه وكان يدزها مره ثالثه، كان يطيح بفرنك واللاعبين طاحوا ويسب ولعن وما ادري شنو. طلع يقولون من التمرين ورجع مشي للفندق وحسن. ما أذكر والله، لكن أذكر إنه لما شاف اللاعبين ضحكوا والمدرب ضحك وهذا على طول طلع ها؟ طلع من التمرين. أنا خليتك تكمل أبو حسن، المعلومة اللي عندي إن عقب يقولون قطها تقريبا من 5 إلى 6 مرات بري سيف زيد زين، فبعدها سيف ردة فعل صارت عنده وطلع نفس ما قلت أنت، صار الضحك وطلع راح الفندق مشي، الفندق يقول مسافته مو أقل من 2 كيلو تقريبا، راح ماشي زعلان الله يذكره بالخير. ولا ما انا سيف زيد يعني اي لا يعني سيف شخصيه حلوه يعني، مع كان ربيع رحمه الله عليه الله يرحمه، يعني كنا نستمتع في الباص لما نروح المباريات كنا نستمتع. يقول يعني من ضمن المواقف، مره افصلوني المدرسه سيف يسوي، يقول افصلوني المدرسه وما اقدر اكلم ابوي يجي المدرسه، فكلمت ربيع رحمة الله أبو صقر وقتك إيش فيك؟ كان يقول فصلوني المدرسة وقالوا لازم يجي ولي أمره. لبس الغترة والعقال أبو صقر رحمة الله عليه، الله يرحمه الله يرحمه، وراح يا حجي ولدك فيه كذا كذا كذا، طبعا الحين سيف وياه واقف على ابو ولده اي وياخذه ويكوفنا عند المدير، بس خلاص يا عم بس يا خلاص يا حلو والله. الله يحفظه سيف زيد، والله يغفر له ربيع ان شاء الله. من ضمن المواقف بالتمرين كان بفرنيك المدرب كان حاط تشكيله المهاجمين ضد المدافعين ف عد المشكلة سيف هو اللي سولف، يقول الحين الكرة جات عند عبد العزيز، جات عندي اللي هو أنت إيه هنا، يقول سريع طبعا الحين يسولف بطريقة يقول إيه يقول عزيز سريع، يقول دزها بيني وبين ربيع، صار ربيع بينام لسلايت وأنا بينام لسلايت.
قال 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 ها يا خال بس بيخلص علي ربيع الحين، خلني انا اخلص على ربيع قبل يخلص علي. والله العظيم هاللعبه هذه لو تشوف ربيع شلون يلحق سيف بالملعب. لا والله اي والله ماسك اللابشين وطردي ورا في الملعب. يا اخي يا اخي ترى شوف صدقنا كانوا عنيفين بالملعب بس ترى الكل يشهد لهم ان شرحين يا اخي شرحين الطيبه يعني والمرجله. اي والله يعني صراحه يعني الكل والله ربيع وسيف وحتى ابو ماضي علي ماضي يعني نعمل اخلاق ونعمل الطيبه عندهم داخل الملعب خارج الملعب يعني حقيقه يعني يعني لا 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 يمكن ان يوصف. يعني انا زرت ربيع رحمه الله عليه قبل الله يتوفى وفي حاله يعني تعبان كان. ها ابو صقر شلونك بشرني عنك. الله يرحمه ويغفر له. لا بشرك الحمد لله ويبتسم ها وش اخباركم وكذا يتكلم يعني كانه في اتم الصحه والعافيه. فيعني صراحه شخصية حلوة الله رحمة الحمد. الله عليه والله إنه يعني فعلا رحمة الله عليه الله يغفر له ويرحمه ونتمنى إن شاء الله من كل اللي يسمع إنه يدعو له إن شاء الله. اللهم آمين. الله يغفر له ويرحمه يسكن الجنة. اللهم آمين وموت المسلمين. اللهم آمين. قبل الله أنتقل وحسن حق محور السالمية بس أحب أشكر شركة JBL المختصة بمكبرات الصوت سماعات الرأس وغيرها من أمور دشوا معنا كراعي رسمي. كل الشكر لهم الأمانة. والأخ العزيز جدا محمد البابطين أبو عبد العزيز ودعم لا محدود الأمانة للرياضيين. والله يعني هذا الشخصية دائما يدعم وبعيد عن الإعلام يعني يدعم حبا في الرياضة وليس حبا في الظهور. وركز لي على هذه بعيد عن الإعلام. أي والله لأن كثير من الشخصيات تلقاه يدعم لنفسه صحيح يدعم جهة معينة وجهة إعلامية لكن يدعم لأن الناس يقولون والله شوف فلان تبرع لفلان فلان تبرع. لكن شخصية محمد البابطين يعني بعيد عن الإعلام وبعيد عن الظهور. يعني إحنا إعلاميين لو نشوف صورته الحين يمكن ما نعرفه. صحيح. من كثر ما يعني على رغم أنه داعم رئيسي خصوصا لنادي القادسية. أكيد نعم. فله كل الشكر والاحترام ونتمنى له إن شاء الله التوفيق. استاهل ابو عبد العزيز رايته بيضه والله مع الجميع الامانه يعني. تستاهل يا ابو يوسف. الله يجزاك خير يا ابو حسن. ابو حسن الحين نيجي حق موضوع السالميه. انتقلت حق السالميه ابو حسن وشي تذكر كم كان عمرك تقريبا كم لما رحت السالميه كم كان عمرك انتقلت السالميه تقريبا؟ شوف ترى انا بطلت عمري 30 اي يعني اي ولا شيء اي بعزك. انا انتقلت نادي السالميه ب92 كنت كان عمري تقريبا 28 أوه. أو 27 يعني بالقمة أبو حسن. أي بس سبحان الله أبيك تتكلم فيها أبو حسن فترة بسيطة ما طولت وأخرت عن السالمية. أنا أبيك تتكلم فيها يوسف. يعني المشكلة أنا مفاوض غير جيد. أستحي من هال يعني حتى اللي يدلك اني انا قعدت مع صالح زكريا وقعدت مع عبد الله عثمان نادي الكويت يحاولون نص ساعه يحاولون اطلب الرقم والله ما طلبت. يعني ابو احمد حي يرزقه. فيعني استحي من هذه الامور ويعني واخر همي الماديات. صحيح. فكنت اعشق اللعب. كان اليوم اللي ما في تمرين كان والله ذك خلقي يصير اليوم عندي كأن أسبوع. وفي الوقت هذا اللي أنا سبب انتقالي ما انتقلت على أساس إنه والله إنه مستوى رد فاحين نزل أو شيء. كان وقتها كنت أدق عليهم أقولهم جماعة تعالوا خلنا نلعب تقسيمة على الأقل. والله كان 5 6 7 لاعبين يعني صراحة التمرين كان يضيق الخلق. تحبط. إيه. إيه. خصوصاً أبو حسن مقصور بالجميع خصوصاً لما يكون لاعب لا قيمة مع احترامي للجميع نفسك أبو حسن ولاعب منتخب وعندك طموح وأهداف يعني. يعني. فيعني كان منها قررت اني انتقل يعني. فعد كان انتقلت نادي السالميه لما كلم رحمه الله عليه ابو صباح الشيخ خالد اليوسف كلم فهد الهملان رئيس النادي وقتها
فقال لها لا عبد العزيز له شروط. قال الشروط عندي، جاء عندي ويبشر بالخير ولا يهمكم. الشيخ خالد كان ذكي في الصفقة يعني. هذا الموسم يعني يمكن بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع كان نادي الفاحين راح يمثل مجلس التعاون في التنس الطاولة. كان أفضل لاعب وقتها في الكويت لاعب منتخب هو صبري جماعة، لاعب نادي السالمية، وكان على خلاف مع نادي السالمية. فكلم إدارتنا كان يقول شو رأيكم أعطيكم صبري تعطوني عبد العزيز. فقال عبد العزيز له شروط وكذا. المهم قال خلاص ما عندكم مشكلة، الشروط كلها إن شاء الله راح نتفق عليها وما عندي مشكلة. فكلموني قلت أنا والله أنا أبي نادي الكويت، أنا معطيهم كلمة، ما يعني مو قصورا في نادي السالمية، ولكن أنا أعطيت كلمة كمبدأ هي يعني. قال له تقعد ما تروح، حتى كتب نادي العربي نادي القادسية راح نرفضها. فأجبرت على الانتقال إلى نادي السالمية، فانتقلت إلى نادي السالمية باتفاق 10,000 دينار ذاك الوقت. يعتبر مبلغ كبير الله يعني، و300 دينار راتب. حتى وقتها قال الراتب يعني نقدر نصرفه، ويعني إذا تبي أي شيء يعني مثل أحد اللاعبين ما نبي ذاكر اسمه، سيارته جامعة السيارة مكسورة، سوينا له إياه طلب كتاب وكذا. قلت له والله يا أبو صباح أنا الوحيد المنتخب بنادي، والله عمري ما دزيت كتاب أطلب فيه شيء. كتاب واحد صرفوا لي 500 دينار لما أصبت ورحت لشيك علاج. 500 سبحان الله، والله ما خذيت دينار واحد من النادي. ما يعني أنا وقتها اللاعبين كانوا يطلبون الفلوس كذا وكذا، من حقهم طبعا، لكني والله العظيم ما خذيت دينار واحد من النادي، فما كنت أفكر في هذه الأمور يعني. فأنا بنادي ما طلبت بني أطلب من عندك أبو صباح، فأنا أبي 10,300 دينار. فأول مباراة شاركت مع السالمية ضد الحالة البحرين، وفزنا فيها وقدمت مباراة زينة وحتى أصبت فيها بعد. بعدها يعني ما صار هناك التزام في الدفع، وأنا طبعا لا يمكن أني أروح وأقول لك أنا وين يعني، فيها حرج كبير، فيها حرج يعني صراحة يعني كأني أقول لك عطني تني قاعد أشهد يعني. صحيح. فما كلمت بالمرة في الموضوع، فتضايقت، مرة أروح التمرين مرة ما أروح، ونزل المستوى لأن النفسية طبيعي نفسيا إذا ما كنت مرتاح وحسن طبيعي. رحت العمرة من غير استئذان، فكنت صراحة متضايق جدا يعني. بعدها قررت الاعتزال، قلت خلاص ببطل. أثناء نهاية الموسم كلمت سعود ليلي أمسي عليه بالخير، أبو فهد، قلت له أبو فهد أنا خلاص. كان يكلمني محمد شعيب بس عليه بالخير، قال لي سمعت انك كنت خلص من نادي السالمية، ايش رايك تجينا؟ قلت ها والله يعني مثل ما تقول يعني قبلت بالفكرة هذه يعني. لكن إدارة النادي جوني بالدوام وقتها وقالوا لي ايش رايك ترجع؟ كابتن صالح زكريا طالبك من اسم، طبعا تعاقده مع صالح زكريا بنادي الفاحين، صالح زكريا طالبك بالاسم وبدون اي شيء يعني، لابد انك انت تكون موجود باي قيمه يعني.
قلت لا والله إذا كابتن صالح زكريا بالعكس أتشرف وياه. كنت طبعا تحت قيادته في دورة الخليج الثامنة ونسيها عارفك عدل إيه. يعني. وكلمت سعود العيلي أبو فهد، قلت أبو فهد إدارة النادي كلموني ويبون أرجع. قال خلاص عطني بس فرصة خلني أكلم صباح نعطيك خبر. ثاني يوم قال لي خلاص راح شيل اسمك وترجع لناديك. في هذه الفترة كلمني محمد شعيب. قلت له كابتن محمد أول شيء تشرف باتصالك وتشرف أني ألعب نادي الكويت، وأنا كنت أتمنى ألعب نادي الكويت. فقلت له بس ترى النادي يكلميني خلني أنا أشوف الأمور وأرد لك خبر. فرديت كلمت سعود قلت له أبو فهد أبي أخذ رأيك في الموضوع عشان المصداقية. أنا كلمتك أنك تكلم إدارة السالمية على أني أنا أرجع نادي الفريق، لكن الحين جد جديد. قال شنو؟ قلت نادي الكويت كلموني وصراحة خاطري أرجع أروح الكويت. قال تبي نصيحتي؟ مو حلوة لك، يعني أنا كلمتهم على أساس أنك ترجع النادي الفريق، مو حلو لما يعني يشيلون اسمك يشوفونك بنادي الكويت. قلت والله أنا معك في هذه، صار فيها إحراج شوي، صار فيها إحراج واعتذرت لكابتن محمد. والله ودي لكن يعني رغم أن اللي يعني اللي شفته يعني عدم التزام من هذه السالمية يفترض أني أنا أقابله، لكن المعاملة بالأصل لا بالمثل. صحيح صحيح. فرجعت النادي ولعبت موسمين أو ثلاث مواسم بعدين خلصت. كبير أبو حسن. إيه والله كبير أبو حسن. الحين ننتقل حق المنتخب. أبي أوريك هدف عزيز علي أنا أتكلم شخصيا عزتها كمشاهد. ف صوت الجمهور مشكلة. صوت الجمهور أبو حسن شيء مو طبيعي، كان شيء مو طبيعي من غير مكبرات. ها من غير مكبرات الدارجة الحين من غير شيء صوت الجمهور يخرع كان الأمانة يعني. والله كلمني أبو حسن عن الجول. والله شوف المباراة هذه يعني انتشرت الحين قبل فترة مقاطع كثيرة عن الفترة عن الهوشة وعن أبيك أول شيء تتكلم عن الجول وراح نيجي حق تفاصيلها، ولا تبيها تشبكها بالجول والتفاصيل عن لعبتين؟ يعني التفاصيل بس دش بالجول قلتها أكثر واللعبة الأولى واللعبة الثانية اللي بعمان هذه قلتها يعني أكثر من مرة. إيه لكن ما يمنع نقولها. إيه والله الله يجزاك خير يا أبو حسن. هي قبل المباراة الشيخ فهد الأحمد رحمة الله عليه جايب مسباح بخور ما بخور وكذا و... إيه قال هذا يعني مقري عليه وأبيكم يعني تشمونه يعني إن شاء الله عشان توفق إن شاء الله. طبعا هو قدامنا هناك فلما جاء دوري أعطيته وعد ما طبقت ما طبقت التعليمات. قال والله ما في شيء والله رايك. قلت له والله يا أبو أحمد اسمح لي يعني فيها أمور ثانية. أيه فيها ما هذه الأمور ما أيه فيها محاضير يعني. أيه عاد وائل سليمان استغل الفرصة أني أنا أكلمه وراح وعطاها اللي وراه يعني وائل ما شم يعني الحين فقط أنا وائل سليمان اللي ما شمين
ولما انتهت المباراة بهدفين أنا ووالد مكون. إيه سبحان الله شوف شلون. فهذه بدايتها المباراة طبعًا. يعني ايش نشرح لك يعني انا اعتقد وقت عمري 18 صغير مبين يعني والمباراه على قولتك الجمهور اي والله ما في ابره مالك ما لها مكان هنا والمنتخب العراقي بعد كبير ما ايش اقول لك اساطير كانوا منو من من يعني فلما انت تلعب امام هالمنتخب تبارك الرحمن اجسامهم غير طبيعيه يعني. اي صح ولما تكون داخل ال 18 مع هالاجسام يقرعون ها اي يقرعون لما تجي عند الجول تحس ان الجول هالكبر عندك فالحمد لله يعني توفقنا في اللعبه لان احنا كنا متعودين عليها قبل المباراة أن نعيم يحرك أو طريقة الكورنر أي طريقة الكورنر فكانت كان الهدف بالنسبة لي يعني نقطة تحول صراحة أنا يعني وقت أنا ما كنت متعود يعني تخيل يعني لما يجيك فيصل الدخيل ولا بلوش يجي يسلمون عليك انت من وقت سنة قبل كم سنة قاعد كنت اشتري عند مصور الاخوان عندنا مصور الاخوان والله بربع دينار شاري صور فتحي وفيصل الحين تلعب معهم شايلينك ويجي يسلم علي بعد سبحان الله فالمباراة هذه كانت خشنة بطريقة غير طبيعية وسبحان الله يعني يمكن تستغرب من الكلام هذا لما تكون المباراة خشنة أنا استمتع في المباراة أعرفك زين والله أبو حسن اللاعب المهاري ترى دائما كذي بس خصوصا اللي ما يخاف عاد يعني ما تعرف قيمتك كلاعب إلا لما تشوف اللاعب يطقك لأن اللاعب لما يطقك معناه خلاص هذا يعني الحل الأخير مو قادر تعرف قيمتك كلاعب لكن الآن من اللاعب يحوشة يعصب وما أدري شو بالعكس ليش تعصب هذه مفخرة لك يعني لأنني ماني قادر أوقفك إلا بالطرق الغير مشروعة صحيح فتوفقت في المباراة طبقت طبعا المباراة يعني طبعا أنا ترى أنا ما لعبت نص بنادينا ولا عمري لعبت وسط لكن المدرب قال بما أنك أنت أصغر لاعب في الفريق لازم تلعب نص علشان تسوي الأدوار الدفاعية والدور الهجومية حتى أقول حق ناصر ترى ناصر أنا ما أعرف شلون أتحرك مو متعود ها ما أعرف شلون أتحرك وين أتحرك يعني لابد أنه وأنت طبعا لاعب نادر فحيل يعني إذا ما تثبت توكل بس خلاص مالك مكان خلاص هي فرصة باب تسكر فكان عند اللاعب غانم عريبي كان اللاعب خشن بطريقة غير طبيعية من كثر ما كانت الخشونة يعني مستفزة ومبالغ فيها مؤيد قام يقول له تعال غير حس فيك مؤيد حس طال أطراف محسن عزيز الهاجري ومؤيد بطء شديد في مشكلة كبيرة والله سبحان الله يعني لدرجة موقف من المواقف ما أنساها لأبو جراح نعيم قال عزيزان بس جيب صوبي يبي عادي الوضع كان مستفز في كل لعبة في كل لعبة يعني والله ملك الحن في كل ولا كره والله قطع طايفه ولا كره قطع بدون كره كان يطقك ابو حسن اي لما العب وبدون كره وسب لكن مستمتع وياه هو ما شاء الله شطوله قال لي نعيم عزيزان جيبه صوبي والله اني اذكر يا احلى ابو جراح كان رحمه الله عليه منصور الميل كان مال الاذاعه كان على اليمين المهم خذيت الكرة
وقفت ما رحت له، خليته هو يجي. المهم لما جاء وطالت الكرة كان يلا نعيب الكرة، ترى اللقطة موجودة والله حسافة كان طلعناها. اي والله كان يعطيه نعيم. انا قلت والله زين ما انطرت يعني في القانون الحالي طرت. اي قبل ترى سهرات. إيه ما شفت الا قاعد بحضن منصور وميل المدير. لا 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 كانت المباراة فعلا يعني حتى بعد المباراة كان فيصل كله دائما يوجهني لا تنرفز، خليك في جو المباراة، خليك بجو المباراة، ما لك شغل فيه، خليه يولي. فكان كل احتكاك كان فيصل يجي بالوجه، كل احتكاك كان فيصل. حتى بعد المباراة اللي صارت فيها صار فيها اكشن. اي صار فيها، صار فيها مشاكل. فكنت انا يعني رايح له، لكن مسكني فيصل واخرني من هذه. وبعدين عاد صار فيه شوي لغط وصار ايش تبي تروح لابو حسن مصك يا كابتن اخرني صراحه. زين انت مبهدله بالملعب، خله خله. زين ابو حسن المباراه الثانيه والاحداث اللي للاسف خسرنا فيها واحد ابو حسن. اي خسرنا فيها واحد. في احداث ابو حسن صارت بالمباراه قبل المباراه يقولون فيها وايد احداث. شوف انا هني تعورت في مباراه قطر على ملعبنا. اول عشر ربع ساعه محمد ادهام الله يسامحه اعطاني وحده على الفخذ ما قدرت اقوم. بعد قطر المنتخب السعودي طبعا كان كل جمعه مباراه. فالجمعه هذه لعبنا مع قطر، الجمعه الجايه مع السعوديه، الجمعه اللي وراها مع العراق. ف كنت ابي المنتخب السعودي بطريقه لاني لعبت زين، فزنا عليهم 1-0 وانا اللي كنت صانع الهدف من ناصر الغانم لحق ناصر الغانم. ناصر الغانم لما تلعب مع الخليج شيء ثاني، خصوصا السعوديه يعني لما تلعب مع ماجد صالح النعيمه يعني اساطير حسين الجمعان حلم، حلم والله حلم يعني لما انت وانت تلعب تشوف ماجد تشوف صالح النعيمه حسين يعني والجمهور بحسن الجمهور، الجمهور جو ثاني يعطي. ف اصبت عالجت على اساس انه يعني ان شاء الله اني اقدر العب مع السعوديه، لكن ما استطعت اني العب مع السعوديه. قلت ان شاء الله العراق راهي يعني، لكن سبحان الله يعني شوي الاصابه بدت شوي يعني تزيد. قبل المباراة بيوم قلت بجرب، كان فهد الأحمد رحمة الله عليه كان الله يرحمه تعبان. من أي ناحية؟ كان مريض أيه؟ مو قادر يقوم، ما أدري يعني ظهره أو شيء. ندلك أن طول هالأسبوع ما يعني فهد الأحمد يوميا في الملعب من قبل التمرين إلى بعد التمرين. ما قدر يدش الملعب في ذاك الوقت الأسبوع هذا. الحين إحنا الحين في عمان. إيه. فنزل الملعب جال حضر المباراة بعصا ويلا يلا يشيل نفسه. قلت أنا بجرب. فأول ما دشيت الملعب قال ها بشر إن شاء الله. قلت لها بشرك أبو أحمد إن شاء الله ما أحس بشيء. وأنا فعلا ما أحس بشيء. 10 دقائق ربع ساعة حسيت في الوخز. فكان يعني فعلا يعني الفخذ كان طقة قوية، كانت طقة كان والله تقول ألوان الطيف كله فيها. ايه تجمع دم صار فيها و... ايه ما أني قادر أتحرك فيها. فزاد العوار عندي بالعشر دقائق ربع ساعة فطلعت. فالهدف اللي ضاع من فيصل الهجمة نفسها نفس الهجمة مؤيد نزلها بالتمرين عرضها عشان يحطها فيصل بالأوت عشان يقول له تكررت قبل المباراة بيوم باكر المباراة عشان يقول أبو أحمد فصيل مو تسويها باكر. قال لا أبو أحمد الله يسامحك هذه ما قولها
سبحان الله صارت صارت. سمحت لي بس إن نسرد بعض الأحداث. خذ راحتك وحسن فعلك. المباراة اشترك فيها شارك فيها عدنان درجال. ايه. عدنان درجال كان أسبوعين ما شارك. كان في غضروف، والغضروف وقتها 3 شهور 4 شهور. الطب ما كان متطور في ذاك الوقت. يعني 4 شهور على ما تعد نفسك. ايه. فمن اللي مسوي له العملية؟ رحمة الله عليه أبو حسام دكتور محمد سالم. محمد سالم. دكتورنا. أي نعم. فالإعلام شو يقول؟ مشاركة عدنان درجال معدومة تقريبا فرصها مؤكدة. إيه. مشاركة عدنان درجال قال الدكتور قال يبا ماركب شغل أنا مسوي له العملية. هذا كلام فاضي. يعني العملية ما صار لها أسبوع. لا يمكن يجهز. فلما يعني على أساس إنه مثل ما تقول العامل النفسي للمنتخب العراقي، العامل النفسي يتعبنا إن عدنان درجال راح يكون يشارك في اللعبة. صحيح. كان يقول لا يمكن يلعب. لما نزلنا الملعب ولا عدنان درجال أول موجود وهو نجم المباراة. عضلته كذي. يعني فدكتور محمد سالم مو مصدق. صدق. لا يمكن يعني. طبياً يعني إذا ما يصير. يوسف في وقت في هذا الوقت كانت أحداث كثيرة. طلع كلام أن المنتخب العراقي يستخدم سحر في المباراة. وأن قاعدين إحنا نحاول إحنا نكسر هذا السحر مو قادرين. لأن سحرهم قوي شوي. زين. أنا آسف أقول الكلام هذا ترى. لا صحيح أبو حسن. إيه. هذا ترى فيه للأسف أبو حسن. إيه. في شيء واقع ترى موجود. البعض كان يستخدمه. إيه. يعني. فعاد كلموا قالوا للشيخ شوف يعني أنتم ماركم إلا حل واحد. كل اللاعبين اللي يدشون الملعب يأخذون وياهم ملح. يكتونه بالملعب. زين. فالعامل النفسي لعب دور كبير. مباراة نفسية صارت. لعب دور يعني أنت لو تشوف المباراة يعني مباراة سيئة. إيه. تحس فيها ضغوط. إيه يعني صدق يعني خسرنا يمكن واحد. خسرنا واحد. إحنا كيفين التعادل. لكن يعني أحداث مشاكل. فصار يعني العامل الذهني. والأحداث والأخبار هذه كلها طلعت اللاعبين من جو المباراة. ولا إحنا المنتخب قادر على أن يفوز على المنتخب أو أقل شيء التعادل على إيه. تضمن الصعود يعني. فسبحان الله فجاءت الهجمة هذه مشابهة والله يعني طبق الأصل الهجمة مؤيد صعد الخط عرضها وفيصل ضيعها. الحين ردينا الفندق. أبو حسن تسمح لي؟ تفضل. تم فضلك. في أمور أبيك تأكد لي أو تنفيها. أنا ترى وأنا قاعد أحضر طاف علي لاعب راقي الأمانة ما يحضرني اسمه. هل كان أساسي حزتها ومن السكور شيت موجود احتياط. تكلم قال عن أحداث أوه يذكر. قال أنه كان أمن عراقي مرافق الوفد. وكان جايب هيئة مصورين وإعلاميين مرافقين للوفد المنتخب العراقي. وكانوا ناوين بحالة فوز الكويت أنه يصير يعني يتم الاعتداء على الوفد الكويتي في هذه المباراة. المباراة كانوا جايين على هيئة مصورين منتشرين حوالين الملعب. يقول باللفظ يقول بدال الكاميرات كان كاميرا وبالجنطة المطاعة. والله ما أدري ما عندك علم. ذكرها ترى لاعب عراقي أنا وأنا قاعد بس للأسف ما حددت الاسم. يعني أنا قلت بحاول أذكرك بس الحمد لله بطلع ما عندك علم بالموضوع ولا كان صار موضوع حزت وقت اللعب. تكمل أبو حسن. رجعتوا الفندق. رجعنا الفندق صعدت الأسانسير أنا وفيصل وخالد شليمي. كان يقول كلمني الحين قال الحمد لله
اللي أنا اللي ضيعته مو أنت. يا سلام. لو أنت ضيعتها أنت توك صغير، لو أنت ضيعتها خلاص تنتهي، لكن الحمد لله أنا اللي ضيعتها. ف يعني هذا الكلام ما أنسى صراحة فواز في صدخيل. لكن المباراة طبعا يعني أنا ماني عارف من قرارة نفسي أن فرصة فيصل شو ما أدش تعادل هدفه على الشيك. يعني لما تذكر فيصل تقول الله هدفه على الشيك، يذكر فيصل الفرصة اللي ضيعها يعني ما تنسي مشهور أشهر يعني في فرص ضاعت يعني أكبر، لكن هذه الفرصة وقيمة فيصل الملك ها أي؟ قيمته يعني أي؟ فمن كذي ترى ليومك الناس تذكرها أي؟ يعني صراحة لكن سبحان الله الله كاتب. أيوة أبو حسن نية حق الحين المحور بإذن الله الأخير اللي هو الشيخ فهد الأحمد الله يرحمه ويغفر له أمومة المسلمين اللهم آمين. أنت محظوظ للأمان، أنا أتكلم عن نفسي والله، أنا تعاملت مع شخصيات وايد الفترة البسيطة اللي لعبتها حتى المنتخبات مراحل سنية، لكن قيمة الشيخ فهد الأحمد يعني بالنسبة لي الشيخ فهد الأحمد أنا محظوظ تعاملت مع يوسف المشاري الله يرحمه رئيس نادي كان وأنا توني صغير، المخلد الله يرحمه، عبد المحسن الفارس، الشيخ طلال، الشيخ أحمد الفهد بالاتحاد تعاملنا معه، لكن فهد الأحمد الأمانة يعني محظوظ جدا. فأنا بشقل لك المسألة إذا أهلا هذا الفيديو أبيك تعلق عليه. الأستاذ راح يقولون إن أول أمس لما جينا ولقينا حمد الصالح يصلي والمدرب يريد يعطي الخطة والمباراة كانت مهمة وقال نادوا قلنا حق المدرب لا ما تنادي لاعب يصلي، تتأخر الخطة تتأخر المباراة الصلاة لا تقطع من أجل الرياضة. افتكرت هذا الذي هذا الكلام الذي سيفتر. أنا ما أقول حاجة أبعد فلان وفلان، أنا أبعد، أنا أبعد أكبر نجوم كرة القدم عن الكرة الكويتية وكنت في أمس الحاجة لها والعالم كله وقف ضدي قبل دورة الخليج سنة 79 لأنهم فقط خالفوا تعاليم الدين الإسلامي وخسرت البطولة بسبب هذا الموقف. أبيك تتكلم أبو حسن بهالموضوع على حسب ذاكرتك اللي تذكره، تعطينا شوية تفاصيل فيها. طبعا هو كثر الحديث عن هذا، لكن أنا يعني حساف أني أنا ما شفت المقطع هذا اللي قبل كم سنة، يعني قبل تعرف ما في كان في تواصل وكذا، ما في سوشيال ميديا ولا يوتيوب ولا شيء. إيش كثر باقي عندنا وقت؟ خذ راحتك قول اللي تبي. خلنا نأخذها من البداية. بس للتذكير هي كانت هذا المؤتمر كان على حسب الفيديو اللي شفته أعتقد قبل بطولة الصداق والسلام. نعم قبل بطولة الصداق والسلام. آخر مباراة تجريبية لعبناها حق بطولة الصداق والسلام تعرف لاعب تعرف كانت التشكيلة الأساسية. صحيح. فلعبنا ضد منتخب روماني. وفزنا 1-0 وخوك اللي سجل هدف. احنا لاعبين الاساسيين يعني. وقبلها يعني. فقالوا بعد المباراه عندنا 3 لاعبين راح نستبعدهم من القائمه لكنهم موجودين. فكنت انا من ضمن الثلاثه. معقول؟ قيمتك وبعزك توك انت الحين اللاعبين مستغربين شلون. فكانوا ويانا 2 من غير ذكر اسماء. قال اجتمع ويانا بطلال الله يشافيه ويعافيه ويشافي كل مسلم. في الاجتماع كان مدير المنتخب قال ترى انتم ما راح تكونوا موجودين ويانا لكن المكافآت راح تاخذونها مثل اي لاعبين حالك حال اي لاعب. اي طبعا انا كنت يعني مصعوق في كنت بالنسبه لي انا مالي قاعده مدام وجودي وعدم وجودي واحد لا والله اروح اقعد ببيتي احسن. لا ما حقيناك ما ادري شنو قلت لا تكثر كلام خلاص ابو حسن. ها اي انا تفاجات. اي انا امشي مشيت
اتضح طبعا طلع الكلام ان استبعاده علشان الصلاه انا ما خذيتها بعين الاعتبار يعني. مره من المرات بالتمارين الاخيره طبعا انا استاذنت اللاعب اللي سوى الشيء هذا واقول اسمه الحين. فيوم الجمعه قالوا روحوا تغدوا عند اهلكم وتعالوا عشان العصر تمرين. حلو. لان كنا معسكر في المسيله. فرحنا صلينا الجمعه تغدينا وردينا. كان واحد من اللاعبين طبعا التجمع كان عندي انا ووائل وعبيد وراشد كان عندي بالغرفه. راشد بديح جاب له منشوره. قال شفتوا المنشوره اللي وزعوها بالمساجد؟ شنو المنشوره؟ منشوره عن وضع قبل كان وضع لبنان او شيء من هالامور. صحيح. اي ما اخذناه بعين يعني كان التجمع عندي بالغرفه. فراح عن بالي كل شيء انا. فلما صارت قال لي واحد تدري ليش مستبعدينك؟ قلت ليش مستبعدين؟ قال انت كنت توزع منشورات. قلت انا اوزع منشورات؟ اوف 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 شو الكلام؟ تهمه كبيره هذه ابو حسن. منشورات مره واحده؟ اي لا انا قلت يعني ايش ما رايبه هذا ولا كلام قلت كلام رائع. الحين انا ناسي حتى اقول حق ابو سالم. قلت شوف ابو سالم ترى انا بذكرها باللقاء. قال لي لا الحين قول. فعاد قلت له مو صحيح. حصلت وليد فليج. وليد فليج وطلب ونعم مسي عليه بالحبيب رفيق الدرب. اي والله حبيب وليد رفيج يعني رب من الشيخ عذبي مسي عليه بالخير. صحيح. وخالد يعني هو رفيج. قال انت شو مسوي؟ شو مسوي انت؟ جد الموضوع يعني. قلت له شنو ليش شو مسوي؟ قال انت موزع منشور. قلت شنو؟ لا حول الله. قلت وليد من صدقك تتكلم؟ لا الحين عاد صار عندي نوعا ما يقين أن الموضوع جد. اي وكثر الكلام احرجوا الشيخ فهد الاحمد وقالوا له ما ادري عن هذا. طلعنا مخيم وشاء الله ان يكون عندنا جنب المخيم مالنا رحمه الله عليه عبد الله عدس ابي رئيس النادي. رئيس النادي في حيل السابق. إيه حسبناك وانا سكن عندنا وكذا. كنا قال انت شو مسوي؟ اوه منتشره السالفه. يا شو السالفه؟ قلت ها ابو ايمن شو السالفه؟ قال كل يوم عنده ابو احمد. وقلت له الله يهديك يا ابو احمد ولدنا تستبعدونه؟ ولدنا تستبعدونه عبد العزيز؟ قال لا 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 خليه يولي. اوه قلت قال لك كذي خليه يولي؟ قال لي والله استغربت حتى من كلمته من كثر ما هو معصب. ما دش تفاصيل معه. ما دش تفاصيل وياه. انت شو مسوي؟ قلت لا بس هني خلاص. ودق على سعود ابو حمد كان مدير مكتبه. صحيح. قلت له ابو فهد مساك الله بالخير. شوف انا بنطر الفريق يروح معسكر. الحين خلصت البطوله. بطولة صداقة انتهت. بطولة انتهت. أعتقد الكويت خذ الثالث ممكن. ما أدري. خسر ضد العراق. ايه. أذكر. الحين البطولة خلصت. بيدشون معسكر حق دورة الخليج. راحوا المعسكر كان أدق على سعود. قلت له أبو فهد. العالم شلخونا. قال شلخوك؟ والله ما نروح إلا والله لو ندش ديوانية ما فيها إلا اثنين ثلاثة. ليش مستبعدين عبد العزيز علشان الشورت الإسلامي علشان عشان الصلاة وعلى اي والله زين تسوي. قلت لازم اشوف ابو احمد لازم تسوي لي موعد مع ابو احمد. قال والله زين تسوي ابشر. سعود حي الله يجزاه خير حبيب. قال خلاص انا ادق عليك. ويدق علي بعد كم يوم قال لي اليوم الفلاني الساعة الفلانية في
في الاسيوي هذا في في مال مغر اللجنه الاولمبيه مغر اللجنه الاولمبيه الاتحاد الاسيوي او شيء. قلت له خلاص. طبعا انا رايح صراحه يعني رايح الفهد الاحمد يعني اول وتالي يعني. كان اطق الباب وتش قاعد على المكتب شايل القطرة والعقال أنا قلت بس يعني إن شاء الله أن الأمور تلطف شوي يا هلا. صار في ارتياح يعني كان يطلع من الكرسي ويجي يسلم علي يا هلا ملا شونك كله يسلمني ملا زين زين يا هلا ملا شونك طيب استريح ها ايش عندك؟ قلت والله شوف أبو أحمد الحين تشجعت الابتسامة وشلون لقاك ملقى ماله حلو قلت له شوف يا ابو احمد كثر الكلام علي وانا ترى تعمدت ما دقيت على سعود الا بعد ما راحوا المنتخب المعسكر عشان ما تفكر اني انا جايك عشان المنتخب علشان المنتخب بس انا جاي ابرر نفسي وانت يا ابو احمد مثابه القاضي والقاضي ما يحكم الا لما يسمع الطرفين من الطرفين الحين كثر الكلام علي عطني الكلام الاتهامات عشان أدافع عن نفسي. قال مالك شغل فيهم؟ قلت لا قالوا إنك علشان الشورت الإسلامي علشان الصلاة علشان متهاوش مع عادل عباس متهاوش مع أسد تقي مسي عليهم بالخير. قال لي يا ابن الحلال مالك شغل فيهم كلام فاضي خلهم يسولفون على كيفهم هذيلا ناس ما عندهم سالفة ما عندهم إلا الحشي ولا لهم أصلاً إحنا يعني ما قمنا نشوف اللاعبين يصلون إلا لما جيت أنت ويا عيد مطلق الله 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 يمسيه بالخير أبو عبد الله فلما جيت أنت وعيد مطلق بالعكس قمنا نصلي وبالعكس ما في من هذا الكلام لا تسمع لا تسمع لا تسمع لا تسمع هذا الكلام وفعلا تلحين تبي المنشورات كابتن يعني بس ابو حسن ما قاطعك من وصل هالتهمه هذه من اللي وصلها شوف يعني هي ما لها حل واحد ان احد من الاداره من من المشرفين او المدير دش بغرفتي لقى المنشوره شافها تثبت يا اخي اسال لا حول الله يعني وراح وقال أكيد قال له كذا 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 أوف 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 بل اتهمت أكثر من ذلك على لما أكلم أعتقد الله يذكره بالخير أحمد مطر اللي سأله على موضوع احتفال احتفال العياد الوطني العيال لا لا العيال حق احتفال صداقة والسلام صداقة والسلام هذا اشتبي في واحد ما يخلي بنته تشارك بالاحتفالات الوطنية أنا أول بنت وصلت 94 يعني أنا أول شيء حسن وفيصل وفهد السالفة 89 والسالفة 89 يعني يوم تكون تثبت وين تثبت خلاص الواحد يعني بعضهم يفرح لما يجيب الشر عند مسؤولة يقول والله تشوش إذا فلان قال ولا سوى ولا فعل تعرف زين أنت أبو حسن أي الناس للأسف يعني أي والله للأسف يبي تقرب لكن بالسوء أي خلا يعني لكن يبقى الإنسان يعني لكن إحنا نقول الله يسامح الجميع اللي قال واللي ما قال الحمد لله أي والله فإن شاء الله ما في قلوبنا والله شيء لا على الشيخ فهد الأحمد ولا على الشيخ الله يرحمه ويغفر فهد الصباح ولا على أي إنسان والله يسامح الجميع في كل ما حصل كبير يا أبو حسن يبقى وأحمد الشيخ فهد الأحمد الله يرحمه ويغفر له إن شاء الله ويتقبله هو بحسبة الأخ الكبير لكم كلكم والله يا أبو يوسف يعني لما صارت المشاكل واستبعد طلع جريدة القبس خبر زواج عبد العزيز الهاجري عبد العزيز الهاجري يدخل القفص الذهبي شوف وهم رايحين معسكر كان يدقون علي كان يقول لي تعال المطار الحين شو أروح المطار شو أسوي قال تعال
يعني شنو اروح شنو يعني اجيب ملابسي وياي جنطتي وياي اروح مع المنتخب ولا شنو؟ قال لا الشيخ فهد الاحمد يبيك. رحت مبروك الزواج وهذه عانية 500 دينار كاش ظرف اي بذاك الوقت كبيره كانت كافي الموقف يعني مو المبلغ والله يعني انا توني مسوي لك مشاكل وكذا والعالم قاعد تهاجمك وكذا صحيح وانا بعيد عن المنتخب لكن تبقى يعني شرف الخصومه مو كل شخص اكيد اكيد يحصل عليها يعني صحيح يعني يا اخي ما اقدر اتكلم عنه. والله فهد احمد ما تقدر تتكلم عنه. والله ما اقدر اتكلم عنه. يعني لما جاني ولد ب 92 بعد الازمه اول مولود على طول سميته فهد على على على, على الشيخ فهد, فهد الله يرحمه وقتها كان الملك فهد ملك رحمه فهد الله عليه بعد التحرير ما اعتقد انه في اسم غير فهد يطرح في هذا صحيح 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 فرحمه الله عليهم جميعا اللهم مواقف طيبه وتعلمنا منهم الكثير صراحه وانت كبير ابو حسن الله يطول عمرك والله يجزاك خير على الحضور الله يبارك وتشرف جدا والله يا ابو حسن وانت تدري بمعزتك الله يعزك ما يحتاج قلوب شواهد انت ويا اخوانك خصوصا الشيخ محمد يبناه قبلك اسسنا فيه اسسنا فيه الله يجزاك خير يا ابو حسن مشكور يا اخوك عزيز الله يعزك